خبراء وباحثون في مجال الإعلام وفقهاء وإعلاميون يناقشون في ملتقى بنواكشوط دور الإعلام في مواجهة التطرف والغلو، فللإعلام وفق هؤلاء دور بارز إذا ما اطلع به، والغلو والتطرف باتا منتشرين ليس فقط في البلدان العربية والإسلامية، وإنما أضحيا يشكلان خطرا عالميا يواجه كل البلدان. إن اختيار الجهات المنظمة لهذه الورشة موضوع الغلو والتطرف يعكس مدى الشعور بخطورة هذه الظاهرة على المجتمعات الإسلامية ومدى القلق من انتشارها وتسارع انتقالها بشكل غير مسبوق بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية قال إن الملتقى يأتي في سياق يتسم بالحروب والفتن والتجاذبات جراء الإرهاب المعيق للسلم وجهود التنمية، داعيا الإعلام إلى تحمل المسؤولية تجاه ما تعانيه المجتمعات من قتل وتشريد. تعقد ورشتكم هذه في ظرف بالغ الحساسية وتعالج مواضيع في غاية الحيوية، فالعالم من حولنا تدقه الحروب وتمزقه الفتن وتقلقه التجاذبات وتربكه المعالجات المرتجلة لقضايا التطرف والغلو والإرهاب وما ينجم عنها من مآسي مخلة بالسلم ومعيقة لجهود التنمية، وإن الإعلام باعتباره أداة فاعلة في خلق الوعي وإنارة الرأي وغرس القيم وتصحيح المفاهيم مدعو في هذا الظرف وأكثر من أي وقت مضى إلى الإطلاع بدوره. ويأتي ملتقى نواكشوط لبحث دور الإعلام في مواجهة التطرف في ظل وضع إقليمي يوصف بالمضطرب، وبعد أشهر من تنظيم موريتانيا ندوة دولية حول مقاربتها لمواجهة الإرهاب، مقاربة تقوم من جهة على انتهاج ثقافة السلم والاعتدال وعلى البعد الأمني من جهة أخرى.